أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة استمرار استهداف المدنيين وتبعات إيقاف معركة تحرير الحديدة. كشف محافظ الحديدة الحسن طاهر عن مقتل 300 مدني في الحديدة على يد ميليشيا الحوثي منذ اتفاق ستوكهولم. وضح المحافظ في تصريح لصحيفة البيان الإماراتية أن إجمالي عدد الخروقات التي ارتكبتها الميليشيا وصلت إلى 11 ألف خرق لاتفاق التهدئة، نتج عنها مقتل 300 مدني وإصابة آلاف بجروح، كما نزحت 30 ألف أسرة وتضررت آلاف المنازل والمدارس والمساجد. وأكد الحسن طاهر أن الأوضاع في الحديدة تعقدت أكثر مما كانت عليه قبل اتفاق ستوكهولم، مشيرا إلى أن الحوثيين واصلوا الدفع بتعزيزات مستمرة إلى مدينة الحديدة في انتهاك واضح لما جرى الاتفاق عليه للحد من التصعيد. نتوقف عند هذه التطورات والتصريحات لنناقش في محورين: لماذا حرص التحالف والأمم المتحدة على إيقاف معركة الحديدة أكثر من حرصهما على حماية المدنيين؟ وما هي التبعات الإنسانية والسياسية لإيقاف معركة الحديدة قبل عام؟ كانت القوات الشرعية على مشارف الحديدة، وكان تحرير المدينة معركة يومين أو أكثر، لكن ما حصل أن المعركة أوقفت وجمدت قوات الجيش على أطراف المدينة، وقيل إن الهدف منع الخسائر البشرية التي قد تنتج عن مواصلة المعارك. كان ذلك توجهاً أممياً وضغطاً من التحالف جنح له وفد الشرعية المفاوض في ستوكهولم، لتدخل الحديدة بعدها في هدن لم يلزم بها أحد، واستمر قصف الميليشيا على سكان الساحل الغربي تحت مسمى الخروقات. والمحصلة النهائية لحالة لا حرب ولا سلم هذه مقتل 300 مدني وجرح الآلاف، بحسب تصريح لمحافظ المحافظة الحسن طاهر الذي أوضح أن خروقات الحوثي المتكررة في مدينة الحديدة منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر الماضي وصلت إلى 11 ألف خرق، وأدت إلى نزوح 30 ألف أسرة وتضرر آلاف المنشآت العامة والخاصة. لم ينسى المحافظ التأكيد على أن وضع الحديدة تعقد أكثر مما كان عليه قبل اتفاق ستوكهولم، وأن الجهود الأممية لم تكن سوى حلقة مفرغة من اللاحل. نبدأ النقاش مع ضيفنا من مأرب الباحث السياسي الدكتور أحمد وهنا. أهلا بك دكتور أحمد. حياكم الله. ربما البارز في تصريح محافظ الحديدة الحسن طاهر للبيان الإماراتي أن المعركة أوقفت لكن قتل المدنيين مستمر وظل على حاله. ما الذي استوقفك من تصريحات محافظ الحديدة وتعليقك على ما جاء في تصريحات للبيان الإماراتية بداية؟ هذا ما كنا نحذر منه من البداية، على أنها توقيف المعركة في الحديدة لا يصب في مصلحة أبناء الحديدة ولا يصب في مصلحة الشرعية ولا يصب في مصلحة الشعب اليمني. كان كل النداءات الغيورين على مدينتهم وعلى محافظتهم على أن التحرير هو الطريق الآمن للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم، لكن الذي حصل هو العكس. الآن نحن نشاهد عام كامل يمضي منذ أن أوقفوا هذه الجبهة، والمآسي تزداد كل يوم، وكما ذكر المحافظ وكما ذكرت منظمات حقوقية سابقة من قبل والمتابعين والأخبار، كل يوم لا يمر خبر عن إلا وفيه حدث واحد أو أكثر من محافظة الحديدة، سواء من المدينة أو من حيث إلى التحيتة إلى زبيد إلى الدريهبي إلى المنصورية بيت الفقيه، ناهيك عما يحصل في المديريات الشمالية. فالغرض من هذا التوقيف كان غرضا دوليا أكثر مما وحتى رغبة عند الشرعية. الشرعية تريد كانت تحقيق التحرير وإنجاز التحرير لسلامة أبناء الحديدة وسلامة الشعب اليمني بشكل عام. الحوثيون استغلوا هذا التوقيت واستفادوا منه وصب في مصلحتهم. هذا التوقيت للتحرير صب في مصلحة الحوثيين الانقلابيين على الشرعية وعلى الجمهورية اليمنية. طيب نعم. أن تقول أنكم حذرتم وكنت ضمن الأصوات التي تحذر من إيقاف معركة الحديدة، برأيك ما هي التبعات الإنسانية والسياسية لإيقاف معركة الحديدة، وكيف انعكس قرار الإيقاف على الوضع في الحديدة؟
بكل تأكيد الانعكاس سلبي 100%. الأرقام مهولة، هذا اللي ذكره المحافظ الآن هي أرقام لا أعتقد أنها أرقام يعني مستوفاة نهائية. المآسي بشكل أكبر، الحالة الإنسانية تتفاقم، المواطنون يعني أصبحوا يعني يعيشون في وضع، لماذا نصور هذا الوضع؟ أكثر من الفقر هذا الذي يتحدثون عنه في بعض دول إفريقيا. يعني بعض الآباء قد يضطر على أنه يتخلى عن أسرته، عن أطفاله، عن المأساة كبيرة جدا. ونحن اليوم في لحظة أضعف مما كنا قبل سنة. الوضع اليوم الجبهة على الحديدة والجبهة بشكل عام والأحداث التي تخيم على الشرعية وعلى الجمهورية من هنا ومن هنا أضعفت هذا الأداء، هذا الواقع. المواطنون إلى هذا يعني النزوح، ذكر المحافظ أكثر من 30,000 أسرة، أكثر من هذا الرقم. طيب ينضم إلينا أيضا من جدة في المملكة. طيب تبقى معنا دكتور أحمد، وينضم إلينا من جدة رئيس اتحاد الساحل الغربي عثمان عيدروس. أهلا بك أستاذ عثمان. مرحبا أخي بيت بجميع الإخوة المشاهدين والمستمعين، وكذلك بالدكتور أحمد وهان. بداية تعليقك على تصريحات محافظ الحديدة الحسن طاهر. التصريحات أعتقد أخي هي تصريحات منطقية وإنعكاس لواقع محافظة هي في الأساس ظلمت سابقا وحاليا، وأهلها يعيشون وضعا استثنائيا في ظل انعدام الخدمات، في ظل انعدام وسائل الحياة، في ظل انعدام جميع المقومات. فبالتالي عندما يكون هؤلاء المواطنين أبناء المحافظة محاصرون الآن وتحت هذا الحصار الشديد من قبل الميليشيات الانقلابية، وكذلك ما بين مطرقة الحوثيين والضغوطات الدولية في عملية في عدم عملية استكمال التحرير، فإن تأتي تلك الأرقام وتلك المؤشرات انعكاس لهذا الأمر، وهي في تزايد طبعا كبير جدا. طيب بالنسبة لكم الآن كيف هي الأوضاع الإنسانية في الساحل الغربي بحسب ما لديكم المعلومات؟ يا أخي أنا مثل ما أوجست لك قبل قليل جدا، يعني محافظة الحديدة هي محافظة ساحلية تتميز أو طابعها وجوها الجغرافي بحرارة الطقس العالي، انعدام الكهرباء، ما بالك عندما كان في السابق إذا انقطعت الكهرباء 4 ساعات أو 5 ساعات نسمع بالمعاناة في المراكز الصحية أو في المستشفيات أو المنازل الأطفال أو كبار السن، ما بالك والآن وللسنة الخامسة والكهرباء لا توجد نهائيا، وإذا وجدت فهي خطوط ساخنة لطبقة وفئة معينة. الأمراض منتشرة، الحالة الغلاء والجوع، الإنسان التهامي، محدود الدخل، الآن أصبح في وضع لا يستطيع أن يتحمل معيشة الحياة وتكاليفها وتبعات ذلك، المعاناة والأزمات التي يمر فيها في داخل المحافظة نتيجة للأحداث والضغوطات الدولية التي جعلت وضع المحافظة لا بالتحرير الذي تم ولا بسيطرة الميليشيات بالشكل الكامل في الأمر الواقع، فبقوا ما بين سندان الميليشيات الانقلابية وحصار القوات المشتركة. طيب المطرقة هذه من جوانب الأخرى. أشكرك جزيلا رئيس اتحاد الساحل الغربي عثمان عيدروس، كنت معنا من جدة، شكرا لك. أعود للدكتور أحمد وهان. دكتور أحمد، أشرت ووصفت الأرقام التي ذكرها محافظ الحديدة بأنها شيء مهول ومرعب. بالنسبة للمجتمع الدولي الذي فرض قرار إيقاف معركة الحديدة، هل من تغير قد يحدث في موقفهم ما يخص معركة الحديدة بعد الأرقام التي ذكرها المحافظ؟ وهل هم على اطلاع بهذه الأرقام؟ وهل يمكن تحميل ميليشيا الحوثي المسؤولية فقط، أم كالعادة يتم تحميل أيضا طرف الحكومة الشرعية والتحالف؟ يا أخي، المجتمع الدولي أو القوى الدولية تبحث عن مصالحها،
لا يهم من يموت ومن يعيش، خاصة في هذا المربع الجغرافي من الشرق الأوسط. وكل نداءاتهم نداءات كما يقول المثل، تغطية الرماد، تغطية ذر الرماد على العيون. لكن نحن كيمنيين كأبناء محافظة بالدرجة الأولى، كقوات عسكرية مرابطة على مشارف الحديدة من أبناء الحديدة ومن معهم، نقول لإخواننا المرابطين أياديكم على الزناد، ولا بد من تجييش محلي وإقليمي ودولي. كل أبناء اليمن ولا الغيورين على أبناء اليمن، لا بد من تجييش لتحريك هذه الدفع، لأن اتفاق استوكهولم هذا اتفاق يعني لم يخدم الشعب اليمني، لم يخدم أبناء تهامة، لم يخدم الشرعية، خدم الإنقلابيين، خدم الحوثيين. هل يريد أن بعد 5 سنوات من الدماء والجوع والفقر والانتهاكات والتجويع والتفقير أن يفرضوا الميليشيا حكاما على الحديدة أو على تهامة أو أن أو على اليمن، يقولوا للمجموعة الفلانية لكم كذا وهؤلاء لهم كذا؟ هذا لا يمكن، هذا غير مقبول. طيب أعود لك دكتور أحمد. لا يلتفت إليك إلا إذا رأى قوة. طيب إلا إذا رأى قوة، ونحن نأمل. طيب سنعود للحديث عن فرص إحياء معركة الحديدة وقدرة الشرعية على ذلك والتحالف، وشارك معنا بالنقاش من المأرب المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ. مساء النور أخي الكريم. من حيث الدلالات كيف تقرأ تصريحات المحافظ الحسن طاهر؟ نعم طبعا دلالة هذه التصريحات تصب في إطار ومسار تحرير مدينة الحديدة التي تعتبر هي العاصمة للإقليم التهامي والذي يحتوي على 4 محافظات، ويعتبر أحد أهم المراكز الشريان الاقتصادي لقرابة 80% من سكان الجمهورية اليمنية بحسب التقارير. وبالتالي في اعتقادي بأن حسم معركة الحديدة لا تأتي في إطار التصريحات فقط، ولكن في إطار إعادة تشكيل القوة العسكرية وإعادة استنهاضها وتجديدها في وفق الأهداف الوطنية ووفق الوحدة والمنظومة العسكرية الواحدة المنضوية تحت إطار قوات الجيش. لأن الميليشيات عمرها وتاريخيا لا يوجد ميليشيات قامت بتحرير، الميليشيات تبقى تستنزف فقط المجتمعات وتستنزف ولا تبني دولا، وبالتالي فإن أي قوة أو تشكيل مسلح خارج إطار قوات الجيش أشبه بقطاع طرق. وبالتالي فإن التصريحات السياسية الصادرة عن السلطة المحلية في اعتقادي إذا ما تم التجاوب معها بشكل إيجابي بما يدفع لتعزيز الجبهة الحديدة على اعتبار أنها مهمة واستراتيجية في مرحلة أو في مسار استعادة الدولة اليمنية المختطفة بيد الميليشيات. لكن أبناء التهامة وأبناء الحديدة واليمنيين عموما سئموا وملوا من تكرار التصريحات، هم بحاجة إلى واقع عملي خاصة، وأن عمليات القتل تتم بشكل يومي في محافظة الحديدة على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، على المرأى ومسمع السلطة المحلية الذي أيضا تقف يعني متفرجة إذا ما يحدث، وأيضا كذلك السلطة الحكومة الشرعية تقف متفرجة لا تستطيع أن 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 أن, أن تعيد تشكيل المسار العسكري في هذه الجبهة الممتدة من باب المندب وحتى ميناء الحديدة، لأن هذه يعني هناك تمت أجهزة تتقاطع فيها. طيب المصالح برأيك ما سر هذا الصمت من قبل الحكومة الشرعية؟ لماذا هي تصمت اليوم؟ وقد اتضح أن إيقاف المعركة لم يسهم في حماية المدنيين، كان المجتمع الدولي يضغط لإيقاف معركة الحديدة من أجل تخفيف الكلفة الإنسانية، لكن وفق التصريحات التي أشار إليها المحافظ لم يحدث ذلك. نعم للأسف الشديد يعني الصمت ومحاولة يعني حجب الحقائق عن الرأي العام ذابت عليها للأسف الشديد السلطة الحكومة الشرعية، وبالتالي تتحمل هي أيضا الكثير من تبعات هذا الصمت وتبعات هذا محاولة التورية وعدم تسمية الحقائق بنفسها باسمها
لأن هناك فعلا مشكلات مؤرقة صراحة في المسار العسكري. نعم هناك ألوية تقاتل من أبناء تهامة، نعم حتى أيضا هناك ألوية من العمالقة تقاتل، لكن للأسف الشديد هناك أجندات أخرى تتقاطع في مسار جبهة محافظة الحديدة، وتقف الحكومة الشرعية صامتة. أذكر على سبيل المثال الحكومة تقف صامتة إذا ما يحدث حتى في اللجنة المشتركة التي أصبح معظم ضباطها اليوم محسوبين على 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 قوات طارق صالح عفاش، وبينما يعني هم مش ابناء المنطقه من التواجد في وكان على مستوى الضباط او غير ذلك. ايضا الحكومه الشرعيه تتوارى خجلا او ربما تصمت اذا عمليات الاغتيالات التي تتم لضباط واحرار من ابناء تهامه قتلوا غدرا في الساحل الغربي، وايضا تقف صامته ومتفرجه اذا ضباط تم اختطافهم واخرين لا يزالوا مختطفين، ابعاد ابناء تهامه من قيادات كتائب والويه، وبالتالي كل هذا المسار للاسف الشديد يخدم المسار الاماراتي والمشروع مشروعها لدعم الميليشيات، وبالتالي يجب على الحكومه الشرعيه ان تتجاوب مع هذه الالويه ان ارادت ان تكون هناك جيش قوي قادر على حسم معركه الحديده، لان صراحه معركه الحديده اذا ما استمرت بقعه او مفتوحه او جرحا مفتوحا فبالتالي طبعا الخساره المؤلمه والمؤسفه والكارثيه ستكون وبالا على المواطن العادي الذي يتحمل يوميا عمليات القصف الممنهجه من قبل هذه الميليشيات، والتي للاسف الشديد يقف المبعوث الاممي وتقف اللجنه المشتركه وتقف كل الجهات المعنيه صامته ومتفرجه، حتى ان الامم المتحده ولا حتى السلطه المحليه تمكنت من ايصال المساعدات للسكان في وفي المناطق التي لا تزال تحت سيطره الميليشيات، او تلك حتى المناطق المحاصره من قبل الميليشيات او تلك المناطق التي يعني تم تحريرها. وبالتالي يجب على الحكومة الشرعية أن تكون واضحة وصريحة، ما لم فإنها ستكون يعني متهمة في إطار ما يحدث من خذلان في محافظة الحديدة للمواطن العادي. طيب دكتور أحمد، إذن عملية قتل ممنهجة كما يصفها الأستاذ عبد الحفيظ الحطامي هي مستمرة ومتواصلة بحق المدنيين في المحافظة. السؤال، كيف يمكن حماية المدنيين من القتل اليومي اليوم؟ كيف يمكن حماية المدنيين من القتل اليومي؟ يحتاج إلى خطاب إعلامي موحد وإلى استعارة الأهداف والخطب العسكرية من قبل الشرعية، من قبل وزارة الدفاع، من قبل العمليات المشتركة. يحتاج إلى تحشيد أبناء تهامة أكثر وإلحاقهم بجبهة الساحل الغربي. يحتاج إلى تجميع القوى من أبناء تهامة، القوى التهامية من أعضاء برلمان، من مشائخ، من قيادات ميدانية، أن يتقوا الله في أنفسهم ويتقوا الله في أبناء تهامة. هم نصبوا على تهامة، بعضهم رئيس نواب، بعضهم مدير مديرية، بعضهم وكلاء محافظات، بعضهم كذا، ومشائخ قبل، يتفقوا على كلمة سواء ويتجاوزوا ال الأشياء القاصرة. طيب، وهل المشكلة الآن هي في توحيد الصفوف والتحشيد وأن يكون الجميع على كلمة سواء، أم أن هناك قرار بتعطيل معركة الحديدة في الأساس لا يمكن تجاوز هذا القرار؟ أؤكد لك جازما اليوم في ظل هذه الأوضاع وهذه الظروف، والآن الشرعية يعني في اتفاق جدة، ومع كل ظل هذه الأوضاع اليوم لي تأتي قرار لتحريك الجبهة الساحل، وأكد لك جازما على أن المقاتلين من أبناء تهامة ومن معهم من القوى العسكرية الأخرى سينتصرون وسيحررون محافظة الحديدة. الحوثيون في الرمق الأخير والذي حافظ عليهم، هناك من حافظ على الحوثيين خلال هذه الخمس سنوات وإلا كان بالإمكان الانتصار في الحديدة. يا أخي، حتى لما جاءت القوات إلى الحديدة هي جاءت متأخرة، وكان الخطاب الإعلامي والحديث السياسي والذي تم تداوله على وسائل الإعلام، لماذا تأخرت جبهة الحديدة أكثر من سنتين منذ الانقلاب الحوثي؟ تأخرت جبهة الحديدة، بينما أنه لو كانت تحركت قوة مباشرة للحديدة من الساحل أو من الشمال أو من الجنوب لكان قد حصل شيء إيجابي في ظل هذه الأوضاع. لكن أقطع معاك في هذا الموضوع على أنه الشرعية عليها تتحمل المسؤولية
عليها تتحمل المسؤوليه تجاه شعب تهامه، شعب تهامه شعب كبير اكثر من 3 مليون نسمه. وعلى وزاره الدفاع ان نسمع، وزاره الدفاع اليمنيه، نريد ان نسمع لها صوت في جبهه الساحل، والقوات المشتركه والناشد مشايخ تهامه وقيادات تهامه وكل الاحراب وابناء تهامه ان يتقوا الله في المواطنين وان يتقوا الله في ارضهم وفي بلادهم. اليوم الحوثيون يعربدون في تهامه وفي ميناء الحديده وفي كل على مستوى المزارعين البسطاء ياكلون حقوقهم وينهبون حقوقهم باسم المجهول الحربي. اشكرك. وباسم غيره وغيره وغيره. شكرا جزيلا لك. دكتور احمد وهان باحث سياسي كنت معنا من مارب، عبد الاستاذ عبد الحفيظ الحطام من مارب. استاذ عبد الحفيظ، هل اليوم لدى الشرعيه القدره السياسيه والعسكريه لاستئناف معركه الحديده؟ باعتقادي ان الشرعيه فوتت على نفسها الفرصه في اعاده نفوذها، في اعاده يعني تمركزها عسكريا ونفوذها العسكري في الساحل الغربي، عندما تركت طبعا لاجل ذات توسع من ميليشياتها في الساحل الغربي، وصمتت عن كثير من التشكيلات العسكريه التي اليوم للاسف الشديد تتوسع كالجرب داخل محافظه الحديده. وللاسف معظم هذه الجهات التي تدعي بانها ايضا تقاتل الحوثيين في الساحل الغربي، للاسف الشديد بدل ان تقاتل الحوثيين هي اليوم تحاول شراء الذمم وتحاول تمزيق الويه التهامه وتحاول ايضا تجنيد عبر المشايخ عبر اعضاء مجلس النواب لصالح القوات طارق صالح لتكوين قوة ميليشياوية كبيرة. لا تستطيع قوات الحكومة الشرعية أن تخترق هذه القوات، لكن يجب على وزارة الدفاع وعلى الحكومة الشرعية ألا تترك الحبل على الغارب، وعليها أن تحرك المسار العسكري وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية في الساحل الغربي. طيب بالنسبة لك أبرز هذه الأولويات أو أهمها يعني؟ أستاذ عبد الحفيظ، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالمحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي. عموما شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مارب، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل ماهر أبو المجد. في أمان الله.